حضراتكم وحلقة جديدة ومع الناس. والجميل دايما زي ما بنكرر ونعيد دايما أن تكون مع الناس دائما هو المكان المهم والمكان الحقيقي لأن تكون قريبا من قلوبهم. وحينما تكون قريب من القلب تعرف وتسمع بالنبض وبعد ذلك يعبر اللسان. دائما في يوم الأربعاء ألتقي بكم وأسعد بكم دائما. النهاردة وبدعوكم لأن تشاهدوا وتسمعوا وتستمتعوا بالاحتفال الذي أقيم برأس السنة الهجرية في مسجد فاضل بحضور مولانا الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والعلامة الحبيب عمر بن حفيظ وحضور إنشاد ديني رائع لفرقة المرعشلي السورية. يعني الإنشاد الديني ومصر ساحة للمنشدين وللمحبين والمنافسة الجميلة ما بين الفرق المصرية والفرق السورية، المنافسة الجميلة في مدح سيدنا صلى الله عليه وسلم بتخلينا نقول دايما الصوت والحس والنبض واستقبال العام الهجري الجديد كل سنة وحضراتكم طيبين. ومع بدايات السنة الهجرية بيتجدد العهد ونبدأ في برنامج عمل نتعرف من خلاله على الهجرة بمعناها الحقيقي، متمثل دائما أن تجدد حياتك وأن تغير حياتك إلى الأفضل وإلى الأجمل وإلى الأحلى، وتفهم كل هذه المعاني من الدروس المستفادة من تجدد المعاني بتجدد الذكرى. سيدنا صلى الله عليه وسلم يمنحنا هذا المعنى بقراءة هذه الذكرى بقراءة الهجرة، ودائما نقف عند معنى من معاني الهجرة ومعاني متعددة ومتنامية في حياتنا. إذا كنا نحتفل برأس السنة الهجرية في بدايتها فسائر العام أنت تحقق هذه المعاني، أنت تفهم هذه المعاني من خلال ما نتعلمه من العلماء الأكابر. بندعوكم للاستمتاع ولسماع هذا الاحتفال النهاردة إن شاء الله بعد أن نقرأ على حضراتكم العناوين الإخبارية من خلال هذه المواقع الصحفية. نروح للمبتدأ. السيسي يتسلم رسالة من سيلفا كير ويؤكد مستمرون في دعم جنوب السودان. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مايك دينج وزير شؤون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير مايك دينج نقل تحيات الرئيس سيلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان وسلم الرئيس رسالة منه تتضمن التأكيد على أهمية العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين وحرص جنوب السودان على تعزيزها في شتى المجالات. معي على التليفون الدكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الدولية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. دكتور أحمد أهلا بيك. أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. أنت طيب. السيد الرئيس يؤكد بخطواته العملاقة استعادة مصر للريادة والقيادة والصدارة من خلال النشاط الدؤوب على المستوى الخارجي. كيف تقرأ هذا اللقاء أو تقرأ تحقيق هذه الأبعاد من خلال هذا اللقاء؟ يعني بالطبع زيارة وزير الرئاسة في جنوب السودان هو بيعكس إعادة القارة الإفريقية مرة أخرى إلى قلب الأجندة المصرية وإلى الاهتمام المصري بالقارة الأفريقية بشكل عام ومنطقة حوض النيل بشكل خاص باعتبار أنها تمثل امتدادا للأمن القومي المصري. الرئيس قام في هذا العام بزيارات عديدة للدول الأفريقية في رواندا وغيرها من الدول وغانا وكثير من الدول الأفريقية، ويعيد مرة أخرى أهمية القارة الأفريقية لمصر وأهمية مصر للقارة الأفريقية. بالطبع الزيارة تأتي في سياق الدور المصري البارز في تحقيق الأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان في إطار الدعم المستمر المصري لهذه الدولة الوليدة والتي ربما تواجه تحديات كثيرة اقتصادية وسياسية وأمنية. صحيح. نحن نعرف أن لمصر هناك دعم اقتصادي، مشروعات اقتصادية كبيرة في إطار ما يعرف به المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل، وهناك العديد من المشروعات حتى مشروعات خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربية عن طريق الطاقة الشمسية، هناك أيضا مشروعات للزراعة السمكي، هناك مشروعات حتى لإدارة الموارد المالية بطريقة رشيدة. مصر أيضا قدمت جسور من المساعدات الإنسانية لدولة جنوب السودان التي يعني كانت تشهد بعض الصراعات وحرب داخلية بين إريك ماشار وفريق سيلفا كير، وهناك أيضا مصر تلعب دورا في تحقيق المصالح الوطنية
بين الفرقاء السودانيين والتأكيد على اتفاق السلام الذي وقع في أغسطس 2015. وبالتالي هنا النظرة المصرية نظرة استراتيجية، الدور الذي يقوم به مصر والرئيس السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة حوض النيل ومن بينها منطقة أو دولة جنوب السودان للحفاظ على أهمية هذه المنطقة، وليس فقط فيما يتعلق بالمجال المائي ولكن أيضا في تدعيم التعاون المشترك النفع المتبادل بين مصر وهذه الدول، وما بيعكس الاهتمام الكبير في توسيع دوائر السياسة الخارجية المصرية والدور الذي تقوم به السياسة الخارجية والرئيس السيسي في التخديم على المصالح الاقتصادية المصرية وتعظيم مصالح الشعب المصري والمواطن المصري. وده بيأتي في إطار أيضا البعد الأفريقي المهم اللي مصر يعني بتطلع به من زمان، ولكن خلينا نقول لما غابت مصر شوية كان لازم ترجع بهذا الشكل القوي جدا. يعني في الستينيات كان هناك عندنا 24 مكتب حركات أو مكاتب حركات التحرر الإفريقي اللي كانت مصر يعني في قلب الإفريقي وفي قلب إفريقيا. دلوقتي يعني بهذا المشهد الجميل والرائع استعادت مصر هذه الريادة. بالطبع نحن نعرف أن هناك تراث مصر وهناك أساس مصري وبناء يمكن البناء عليه، خاصة فترة الستينات عندما دعت مصر حركات التحرر والوطني واستقبال العديد من الدول الأفريقية. قامت مصر العديد من المشروعات عبر آلياتها المختلفة، ومنها حتى شركة المقاولين العرب التي قامت العديد من البنية الأساسية والمشروعات الضخمة والعملاقة في القارة الأفريقية. لكن خلينا نعترف أن العلاقات بين مصر وأفريقيا شهدت بعض الفتور أو التراجع أو ما نسميها الانسحاب إبانة فترة التسعينيات وما بعدها، خاصة بعد تعرض الرئيس الأسبق لمحاولة اغتيال، وكان أن ترتب عليها أن ولت مصر ظهرها لأفريقيا، وبالتالي هذا كان له تكلفة عالية وتداعيات سلبية على مصر وعلى القارة الأفريقية. استطاعت مصر بعد 30 يونيو أن تستعيد وأن تصحح الأوضاع مرة أخرى، صحيح، باعتبار أن الفضاء الإفريقي هو الفضاء الحيوي لمصر وهو الامتداد للأمن القومي المصري، وأن مصر جزء من القارة الإفريقية، وأن هناك مصالح ضخمة ويمكن البناء عليها ويمكن توظيف الرصيد والكبير لمصر في هذه القارة ولشعوب القارة الإفريقية في تدعيم العلاقات الاقتصادية، العلاقات السياسية، العلاقات الأمنية، مواجهة التحديات المشتركة، خطر الإرهاب الذي ربما بدأ يتغلغل في بعض الدول الأفريقية مثل تشاد وليبيا وغيرها من الدول. كل هذا بيدفع إلى أن وبوكو حرام في نيجيريا، وبوكو حرام في نيجيريا، وحركة الشباب المجاهدين في الصومال وغيرها من عشرات الحركات التي بدأت تهدد القارة الأفريقية. وبالتالي هنا كان التحرك المصري على كافة المستويات، يعني حتى المستوى، لأن تعرف أن مصر هي عضو في مجلس الأمن والسلم الأفريقي، مصر ايضا عضو غير دائم في مجلس الامن الدولي، وبالتالي كان هنا الدور المصري في الدفاع عن القضايا الافريقيه، عن مشكلات القاره الافريقيه في كل المحافل الدوليه وفي كل، والتدخل عبر الاتحاد الافريقي لتحقيق الاستقرار والتنميه والسلام وحل المشكلات والصراعات المنتشره في القاره الافريقيه. وكل هذا بيعكس الثقه الكبير والدور الذي تقوده مصر في القاره الافريقيه، واستعادت مصر افريقيا وعادت مصر الى قلب افريقيا. بشكرك دكتور احمد سيد احمد، خبير الشؤون الدوليه في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه. في المصري اليوم، الحكومه توافق على مشروع قانون انشاء وكاله فضاء مصريه. قالت خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي الاربعاء ان الحكومه وافقت خلال اجتماعها على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، وستتم إحالته للبرلمان. وأوضح عبد الغفار في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن المشروع هام جدا، لأن وجود وكالة للفضاء يجعل مصر على خريطة أبحاث الفضاء، فضلا عن توطين تكنولوجيا الفضاء، بالإضافة إلى المشاركة في التصنيع وتصميم مكونات الأقمار الصناعية. وتم الاتفاق مع الجانب الصيني على إنشاء مصنع عام 2019. معي على التليفون الأستاذ حسن أبو غزيم، الكاتب الصحفي ومسؤول ملف مجلس الوزراء. أستاذ حسن أهلا بيك. أستاذ حسن مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. كل سنة وانت طيب. كل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري بخير إن شاء الله. وما أجمل أن تطالعنا الصحف دائما بهذه الأخبار السعيدة، الأخبار اللي بتقول إن احنا التحديات بنواجه التحديات بإصرار وبمنهج وبعقلية وبخطط. يعني المزيد أو تعليق سعادتك على هذا الخبر ومزيد من التفاصيل.
يعني بالفعل زي ما حضرتك تفضلت أستاذ حسن، الدولة المصرية وهي دولة 3 يوليو تواجه كل هذه التحديات، كل هذه المشاكل التي أحيانا بتعترضها بالعمل والإصرار على العمل. يعني كان هناك اجتماع اليوم، الاجتماع الأسبوع لمجلس الوزراء، وهناك العديد والعديد من القرارات التي صدرت عن هذا الاجتماع، وأهم هذا مثل هذه القرارات اللي هي بتهم الدولة المصرية وبتهم المواطن المصري هو إنشاء وكالة الفضاء المصرية. هذه الوكالة مهمة جدا خلال الفترة المقبلة بخصوص التنمية. احنا لدينا طبعا هيئة الاستشعار عن بعد، لديها العديد والعديد من الكوادر الفنية ولديهم التدريبات وما لذلك، ولدينا الخبرات. اهم شيء في هذا الامر استاذ حسن ان الحمد لله مصر لديها التجربة المصرية، التجربة المصرية في كل المجالات الحمد لله. نستطيع من هؤلاء العلماء اللي هم عدد الطيور المهاجرة، وبالفعل وجود عدد كبير من العلماء المصريين الوطنيين اللي هم بيدوا بيشتغلوا من أجل هذا الوطن. ولذلك هذا يعني مشروع القانون مهم جدا، طبعا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه سيتم إرساله إلى مجلس النواب إن شاء الله، اللي هينعقد بإذن الله بداية الجلسات يوم الاثنين المقبل على أساس يتم الموافقة عليه. هذه الوكالة يعني لها مجلس أعلى طبعا، والأهمية هذه الوكالة أستاذ حسن ستكون أو سيكون المجلس الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية، طبعا برئاسة رئيس الجمهورية لأهمية هذه الوكالة. وإن شاء الله يعني على 2021 أو 2022 سيتم إطلاق قمر صناعي، ده مهم جدا طبعا بالنسبة للتنمية، وتضع مصر على يعني قدميها. والتصنيع هيبقى في مصر على نعم التصنيع. نعم هيبقى في مصر، والمقر الرئيسي هيكون في القاهرة، ولديها طبعا فروع في المحافظات المختلفة. طبعا الوكالة مهمة جدا بالنسبة لوضع الاستراتيجية العامة للدولة بالنسبة للتنمية، بالنسبة لعلوم التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة. ده شيء مهم جدا بالنسبة لعمليات التنمية والمشروعات القومية اللي بتنفذها الدولة خلال الفترة المقبلة. كان هناك يعني أمور أخرى مثلا في مجلس الوزراء اليوم، وهو زي مهم إيه؟ جدا تفضل يا أستاذ حسن. زي إيه الموضوعات التانية؟ يعني مثلا مشروع قانون بالنسبة للتعدي على السكة الحديد. احنا عارفين بالنسبة للسفر على السكة الحديد، يعني لو راكب مثلا على سبيل المثال يعني أغلق بلف الطوارئ وما إلى ذلك، ممكن يوقف القطر عن الحركة، وكانت العقوبة حوالي 20 جنيه. طبعا ده قانون باله 20-30 سنة، طبعا لا يتناسب مع الفترة الحالية، ولذلك مجلس الوزراء ارتاع أن يتم تعديل هذا القانون على أساس أن تكون العقوبة بداية من 500 جنيه إلى 20,000 جنيه، وطبعا الحبس بداية من سنة إلى يعني سنتين بالنسبة للتعدي على السكة الحديد بالنسبة أو إتلاف القطارات وما لذلك. والأهم شيء احنا عارفين خلال مؤتمرات الشباب التي عقدت خلال الفترة الماضية، كان هناك حديث عن الزيادة السكانية، وأن الزيادة السكانية بتلتهم الأخضر واليابس، ولذلك بدأت الدولة المصرية في إطلاق الحملة القومية لضبط معدلات النمو السكاني، وبدأت هذه الحملة بداية من الأمس في محافظة سوهاج، وخاصة بتتدرج في محافظات اللي هي الأكثر نموا، يعني مثلا على سبيل المثال زي سوهاج، أسيوط، بني سويف، في محافظات في الوجه البحري، كفر الشيخ الشرقية، وهي دي المحافظات الأكثر نموا للسكان، حتى يتم ضبط العملية السكانية ولا نصل إلى المعدلات الكبيرة. يمكن المتوقع لو احنا مشينا هذه الوتيره ممكن نصل في يعني 20-30 الى 128 مليون نسمه، ولكن بعد اطلاق هذه الحمله القوميه لضبط معدلات النمو السكاني ممكن نصل الى 114 يعني مليون نسمه. هناك وزارات كثيره يعني بتشارك في هذه الحمله، عدد كبير من الوزارات المعنية، منها طبعا الصحة، التربية والتعليم، الأوقاف، والكنيسة وما إلى ذلك، والإعلام بالضرورة.
الاعلام ده شيء مهم جدا والاعلام يا بالضروره استاذ في هذه واحد، النقطه الاعلام يعني. عليه دور كبير خلال هذه الفتره، وتوعيه المواطنين والسكان في كافه المحافظات من خطوره زياده العدد السكان خلال الفتره المقبله، وان احيانا بتكون زياده السكان قد تكون عائق في عملية التنمية. الأمر الآخر، هناك عدد كبير من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية أستاذ حسن بخصوص يعني زيادة أسعار المحروقات، ولكن وزير المالية الدكتور عمرو الجرحي في خلال المؤتمر الصحفي اللي عقده معانا صباح اليوم أكد أنه لا نية إطلاق لزيادة أسعار المحروقات خلال هذه الفترة. احنا عارفين أن هناك برنامج للإصلاح الاقتصادي، برنامج لزيادة أسعار المحروقات، وهذا البرنامج طبعا معد سلفا منذ 2014. بشكرك ويعني يعني بشكرك أستاذ حسن، وبشكرك على المعلومات وعلى المزيد من المعلومات وما يعني ما حدث في مجلس الوزراء. بشكرك شكرا جزيلا، وكل سنة وحضرتك طيب. برجع لأستاذ حسن أبو زيم الكاتب الصحفي ومسؤول ملف مجلس الوزراء. بروح للشروق، العفو عن 101 من نزلاء السجون والإفراج الشرطي عن 95 آخرين بمناسبة عيد الأضحى. واصل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحق الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2017 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وانتهت أعمال اللجان التي عقدها قطاع مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 101 من النزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بهذه المناسبة. في الوطن، 92% من الأكراد صوتوا للانفصال عن العراق. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان اليوم الأربعاء النتائج الرسمية للاستفتاء على استقلال كردستان، مشيرة إلى أن نسبة 92.73% من المئة صوتوا بنعم، فيما صوت 7.27% من المئة بلا. وقالت المفوضية في مؤتمر صحفي إن عملية التصويت نجحت ومرت دون وقوع أي مشاكل أو خروق، موضحة أن 4,581,255 شخصا كان لهم حق التصويت في الاستفتاء الذي نظم في المحافظات الخمس: أربيل، السليمانية، دهوك، كركوك وحلبجة، بالإضافة إلى المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كردستان. في مصراوي، 15,000 تذكرة لجماهير النجم و1,000 للأهلي بنصف نهائي أبطال إفريقيا. وافقت الأجهزة الأمنية التونسية على منح 15,000 تذكرة لجماهير نادي النجم الساحلي التونسي والسماح بحضور 1,000 مشجع من النادي الأهلي، وذلك خلال الاجتماع الأمني الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء للترتيب لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقررة يوم الأحد المقبل في سوسة. في اليوم السابع، المجلس الأعلى للإعلام يشكل لجنة لمنح مراجعة تراخيص شركات البث والصحف. أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن تشكيل لجنة لمنح التراخيص لشركات إعادة البث والشركات التي تصدر عنها الصحف التي تريد الحصول عليها لأول مرة أو تجديد ترخيصها، وذلك وفقا للسلطة التي منحها القانون للمجلس بالحق في إصدار التراخيص. وقال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام أنه سيتم إصدار قواعد لمراجعة التراخيص السارية أو التي انتهت، مضيفا أن لجنة التراخيص سوف تستعين بالخبرات التي تراها مناسبة لمساعدتها في أداء عملها مثل جهاز حماية المنافسة أو شركات التحقق لمراجعة طلبات الحصول على التراخيص. في البوابة أو بوابة روز اليوسف، تفاصيل القبض على نصاب وزوجاته انتحل صفة سفراء. أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة نجحت في ضبط عاطل وزوجته ينتحلان صفة دبلوماسيين في القاهرة. كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تمكنت من ضبط رجل وزوجته انتحل صفات رسمية في منظمة دولية بغرض النصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بمنحهم جوازات سفر دبلوماسية وصفات رسمية نظير الحصول على مبالغ مالية طائلة.
في الشروق الأرصاد تناشد المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة في هذه الأوقات. قال أحمد فاروق مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إن هناك انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خلال الأيام الجارية بمعظم محافظات الجمهورية، وناشد فاروق المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذا التوقيت من اليوم، ناصحا طلاب المدارس بارتداء الجواكب أثناء نزولهم في الصباح. فاصل ونعود إليكم لتستمتعوا أو أدعوكم لمشاهدة والاستمتاع بهذا الاحتفال برأس السنة الهجرية وهذا الإنشاد الديني بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية في مسجد فاضل بحضور مولانا الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة عضوية كبار العلماء بالأزهر الشريف والعلامة الحبيب عمر بن حفيظ. كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أصبحنا بعد غروب هذا اليوم في يوم جديد وفي شهر جديد، بداية سنة جديدة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا فيها بالسلام وهدوء البال، آمين، وأن يصلح الحال وأن يطمئن القلوب وأن يصرف عنا السوء بما شاء وأن شاء وكيف شاء، فهو على كل ذلك قدير، لا رب سواه ولا نعرف إلا إياه ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذه السنة تذكرنا بهجرة رسول الله، فنحتفل بها في بداية العام، وقد اعتمدنا سيدنا عمر عندما اختار أول المحرم بداية للعام. سيدنا عمر الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبعه في ما يسن لنا، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والناجذ هو السن الذي ندعوه بضرس العقل، وهو في منتهى الفكين. عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها تمسكا شديدا. لم يقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بوحي ربه إليه أن الناس ستختلف وأن الزمن سيتطور وأن رقعة الأرض ستتسع للمسلمين، حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارق الأرض ومغاربها، حتى رأى الإسلام يدخل في كل بيت وقد كان. فصلى اللهم على سيدنا النبي. سيدنا عمر كان رجل حياة، لم يكن ضد الحياة، وكان رجل دولة فبنى دولة، وعلمنا كيف نفكر وكيف نتخذ منهجا يصلح لكل زمان ومكان. فظل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان من جراء ما أسسه عمر رضي الله تعالى عنه مع جماعة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نبتت النابتة، وأراد كل واحد أن يحيا زمن النبي
وأن يغلق على نفسه ما فتحه الله له، حتى إنهم والعياذ بالله تعالى يلومون على هذا الاجتماع المبارك الذي نحتفل به بسيدنا ونستمع فيه المدائح كما كان يحب أن يستمع المدائح من حسان بن ثابت. تدهورت أحوال النابتة حتى أنكروا المعروف وعرفوا المنكر، ورأوا الظلام نورا ورأوا النور ظلاما، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يكفينا ربنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فرحة المسلمين بهجرة رسول الله وإطاعة المسلمين لمنهج عمر، وتذكر المسلمين لمعنى الدولة ولمعنى السنة الحسنة، ولمعنى أننا قد كلفنا بمنهج النبي وليس بزمن النبي، يجعل المسلم يعيش عصره ويخدم مصره. ولكن منهج النابتة والعياذ بالله تعالى وقعوا في تناقضات واحتاروا حيرة ما بعدها حيرة. فمرة يحرمون الصورة، ومرة يجعلون من الصورة وكأنها شعائر تتبع، ومرة ينكرون العلوم، ومرة يقرون العلوم، حتى إن بعضهم أنكر دوران الأرض، وبعضهم أنكر لأنه يعيش التناقض أنه لا يجوز للمرأة أن تقود السيارة. لماذا؟ لأن رجل المرور يرى أن المرأة على النصف من عقلها، وأنه كلما رأى شخصا معه نصف عقله ونصف عقل الثاني تايه، فإنه لا يجوز له قانونا أن يعطي الرخص. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أهانوا الدين وأهانوا الطفولة وأهانوا البيئة وأهانوا المرأة، وجعلونا في صورة يضحك منها الكافر والمؤمن. ولذلك وصفهم رسول الله فقال: الخوارج كلاب أهل النار. الله أكبر. وهم مسلمون شاهدون بأن لا إله إلا الله، بل بعضهم مخلص وعمله تام. قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. نحن لا نبحث في النيات ولا نعترض على الأعمال إلا إذا انحرفت عن نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا رأينا من أفعالهم سفك الدماء وغباوة الفكر وسوء المنهج والفساد في الأرض رفضناها. فيقوم أحدهم ويقول: أدخلت في نيتي؟ لا يا أخي، أنا لم أدخل في نيتك، بل إنني رأيت عملك، وعملك هو عمل المفسدين. فاللهم يا ربنا صل وسلم وبارك على سيدنا النبي الذي نجتمع عليه في الدنيا، فاجمعنا عليه في الآخرة. يحضر هذا المجلس المبارك بعض أهل اليمن وبعض أهل الشام، وعندنا في مصر يقول لك إيش لم الشامي على المغربي. الله. وإحنا عندنا الإجابة: سيدنا النبي. الله. اللي لم الشامي على المغربي هو سيدنا النبي. أمال هو مين اللي لم الشامي على المغربي؟
اشلم الشامي على المغربي سيدنا النبي. سيدنا النبي، فنسمع في مدح سيدنا النبي ما يجلي القلوب إن شاء الله. يا موجود واجب الوجود، الله الله يا يا معبود، واحد ودود حي لا يموت، ذو الجلال دائم النوال، الله الله ذو الجلال دائم النوال. يا موجود واجب الوجود، الله الله يا يا معبود، واحد ودود حي لا يموت، ذو الجلال دائم النوال، الله الله ذو الجلال دائم النوال.
الله الله. أقسمت بالقمر المنشق إن له يا رب. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مقرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه أمين. فالصدق في الغار وهم يقولون ما بالغار من كرم يا رب. ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. يا رب دعمت دعته النصارى في نبيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي يا رب يا وانسب إلى ذاته يا رب يا ما شئت من شرف يا وانسب إلى قدره ما شئت من عظمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي صل عليه يا رب. ومن تكن برسول الله نصرته يا رب إن تلقه الأزد في أجامها ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأزد في أجامها تجمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرم يا رب. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد. يا سيدي يا رسول وأنت سر
يرتجي القبول
أحسنتم. أحسنتم. وكان سيدنا صلى الله عليه وسلم يحب الصوت الحسن، ولما رأى عبد الله بن زيد في منامه الأذان قال: علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. فكان يحب الصوت الحسن، وكان يحب أن يسمع القرآن من عبد الله بن مسعود، وكان كلما سمع منه يقول: هكذا نزل. الله الله. وكان يحب أيضا أن يسمع من أبي بن كعب رضي الله تعالى. وأرتج عليه صلى الله عليه وسلم مرة في القراءة في الصلاة حتى يعلمنا، فبعدما انتهى التفت إلى أبي وقال: ألم تكن في الناس يا أبي؟ يعني ما ردتنيش ليه، ما فتحتش ليه علي؟ ألم تكن في الناس يا أبي؟ فكانت الصحابة الكرام منها ما هو رقيق الحاشية كحسان بن ثابت، ولما دخل يمدحه ابن زهير بن أبي سلمى فرض له عباءته، فسميت هذه القصيدة بالبردة، لأن بردة الرسول قد فردت لهذا الذي كان هناك شيء بينه وبين النبي، ولكن جاء معتذرا بهذه القصيدة: بانت سعاد فقلب اليوم مذبول. الله الله. فاللهم يا ربنا أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، وعلمنا سيدنا النبي واجعلنا ننهل من علومه ومما أوحيت إليه به ومما فتحت به على عبادك الصالحين. آمين آمين. ولذلك فما نصنعه الآن هو إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النسخة المعتمدة من سنن الترمذي حديث: من أحيا سنتي فقد، في النسخة المطبوعة، أحبني. وفي النسخة الصحيحة المروية: فقد أحياني. الله الله يا حبيبي. فاللهم يا ربنا أحيي بنا سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقد حضر المجلس ولي من أولياء الله الصالحين معنا، فضيلة العلامة التقي النقي السيدي الحبيب عمر بن حفيظ، ما شاء الله. ونستمع لكلمة حتى إذا ما انتهيت المادحون يبدأون. الحمد لله على مظاهر الفضل الرباني والجود الامتناني والاتصال على قدم السنة والجماعة والمحبة والمودة والاتباع بمن أنزلت عليه المثاني. خير من هاجر لله تبارك وتعالى وجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، صفوته من البرية، الدرة النقية، خاتم النبوة والرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد جمعتكم في هذا المجمع الكريم والمسجد المنور ومع هذا الشيخ البقية من أهل الأزهر الشريف وأهل المجد المنيف وأهل المتابعة وأهل المراتب الرافعة الشيخ علي جمعة طول الله عمره في عافية. جمعتكم روابط الاتصال، روابط الإقبال،
روابط الإدراك لعظمة وحي السماء وبلاغ رسول الله الأسمى لهذا الوحي الذي نزل من السماء على قلبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاتصلت القلوب التي أراد الله أن يحييها وأراد الله تعالى أن لا يخزي أهلها يوم تقوم الساعة بهذا القلب الكريم. وقد سمعتم الإشارة فيما ذكر لنا الشيخ علي من سنن الترمذي من إحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنها تتعلق بمعنى من معاني إحيائه عليه الصلاة والسلام، والأمر في كبره وفي دلالته الفخيمة العظيمة إشارات لأرباب القلوب إلى الاتصال. أما حقائق الحياة فما بعد الله حي مثل محمد، ما بعد الله حي في أسمى معاني الحياة وأرفع معاني الحياة وأوسع معاني الحياة وأشمل معاني الحياة بكل جانب. ما هناك حي لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن ولا من النباتات ولا من الجمادات ولا من الحيوانات ولا من الأرواح ولا من الأجسام. ما هناك سر حياة أعطيت لشيء كما أعطيت لمحمد، فهو أحيا حي في البشر، أحيا حي في الخلائق فيما بطن وفيما ظهر صلى الله عليه وسلم. إن كان الأنبياء أحيا في قبورهم يصلون كما حدثنا، فحياته أسمى الحيوات، حياته أسمى حياة وأرفع حياة وأكبر حياة صلى الله عليه وسلم. وهو الحي الذي به يحيي، كما نسمع قوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أحيانا الله بسر هذه الحياة. إذا علمنا ذلك فإن الحق يقول في من يحيي النفس ولو كانت في هيكلها الجسداني، من أحيا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من بذل معروفة لنفس كادت أن تموت أو أشرفت على الموت أو تسبب قامت لها أسباب الموت، فقام بسببية حال بينها وبين ذلك أو كان سبباً لإطعامها وإحيائها، فكأنما أحيا الناس جميعاً، يعني يتجلى عليه الرحمن بثواب وعطاء كأنه أحيا الناس. كم عدد الناس؟ ويؤكد القرآن يقول جميعاً. فإذا كان هذا بإحياء أي نفس وبهذه الحياة الظاهرة، رسول الله يحثنا على إحياء سننه بهذا المثال البديع العجيب الذي يتحدث عنه، خصوصاً عند فساد الأمة، عند غفلة الأمة، عند اغترارها بما يملى عليها من شرق وغرب ويمين وشمال، يحيد بالناس عن سواء السبيل ويزعزع إدراك عبوديتهم لله وإدراك عظمة الحق من فوقهم وإدراك أن المرجعية لله سبحانه وتعالى، وهي ثوابت وبديهيات في الإيمان وأساسيات تغيب عن أذهان بعض الناس حتى لا تدري كيف يفسر إيمانه وكيف يفسر إسلامه بإيثاره التافهات وإيثاره مخالفة السنة الكريمة النبوية أو مضادتها، وإيثار أن يسلم زماما لمن لا خلاق له على ظهر الأرض. فيقول عند فساد الأمة من أحيا سنتي بقي متمسكا معظما لما جئت به، لأنه عظيم بعظمة الله الذي أرسلني والذي بعثني بهذا الأمر. من أحيا سنتي عند فساد أمتي كان له أجر 100 شهيد، كان له أجر شهيد. ففي هذه الرواية التي ذكرها لنا أعظم من ذلك كله، يقول فقد أحياني. أنت لما تحيي أي نفس من النفوس كأنك أحييت الناس جميعا، لكن لما تتعلق بسر حياة محمد أعلى معاني الحياة عنده عليه الصلاة والسلام تتعلق أنت بسر هذا، وما أنت ما أحييت إلا ما أحييت به من سر التعلق به
حتى ببركة صلتك به أحيى على يدك سنة من سننه وسط أمته، فحياتك هذه كلها وإحياؤك السنة من أثر إحيائه إياك بدعوته وسر صلتك بهذا الحي، ومع ذلك يتنزل ويقول فقد أحياني، وهذا تنزل الحق لخلقه عندما يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، أنحن نقرضك ونحن خلقك وعبيدك والملك ملكك والمال الذي نقدمه من أجلك والأرواح الذي نقدمها في مرضاتك منك ولك وملكك، ولكن قال أقرضوني فأعدك مقرضا وكأنك مالك وهو المالك، ولكن أجرى ذلك لك وعلى يدك ثم يمدحك، وهكذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المتخلق بأخلاق الله جل جلاله وتعالى في علاه يقول فقد أحياني، كأنك أحييتني، وأنت من أين وحياتك من أين وفهمك للسنة من أين وما توصلت به لهذا الخير من أين وإمداد الله لك بالتوفيق ببركة من؟ فالحياة حياته عليه الصلاة والسلام، ولكن وصفك بهذا الوصف ليدلك على أن الله سيتجلى عليك بأمر كبير فوق ما تتخيل العقول جزاء لإحيائك لسنة هذا الرسول محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله الذي جاءت هجرته تبين لنا واجبنا في هذه الحياة من ترك المألوفات ومن تحمل بعض المشاق ابتغاء مرضات الله، وإلا إن لم نفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسنضطر في الحياة إلى ترك مألوفات كثير وتحمل مشقات كثير، لكن في سبيل نفس، في سبيل سياسة، في سبيل دنيا، في سبيل شيء يفنى ونروح وتروح الدنيا وتبقى النتيجة بعد ذلك خسران في خسران، لكن من تحمل المشقة من أجل الرحمن، من ترك المألوف من أجل الكريم المنان، كان ذلك ربح في ربح وفوز في فوز وأسباب سعادة في الغيب والشهادة ونيل الحسنى وزيادة، وبعد ذلك مرافقة من؟ ومصابحة ومماساة وجه من؟ ومشاهدة طلعة من؟ فما يساوي المألوفات التي تركتها والمشقات التي تحملتها إذا كفك يصافح كفة، إذا عينك تنظر وجهه، إذا ترد على حوضه المورود، إذا تستظل بظل لوائه المعبود، إذا تمشي معه على الصراط، إذا تشاهده في الجنة، إذا تجلس في الساحة التي يجلس فيها في ساحة النظر إلى وجه الله الكريم، والله عطايا ما لها من قيمة فما تساوي أرواحنا لو بذلناها لنيل هذا العطاء، ألا إنها منا من منن الله جمعتنا وإياكم الليلة المباركة لما علمنا بهذا الاجتماع السنوي في هذا المكان سعينا نحوه وجينا نشارك في الرحمة التي تنزل وفي إحياء السنن وفي إقامة الشعائر العظيمة، كيف وإذا قامت على أيدي علماء ذوي سند ذوي اتصال ذوي وراثة ذوي مدارك ذوي عطاء متصل سلسلاسل أسانيدهم بالأكابر عن الأكابر عن الأكابر ممن مضى في العصور إلى بدر البدور محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هنيئا لكم اجتماعكم في هذه الذكرى وفي هذه الهجرة، وينفتح لنا بها باب اتصال بصاحب الهجرة إن شاء الله، وعلامة فتح ذاك الباب أن تهوى قلوبنا هجر ما نهى الله عنه فندخل في دائرة الهجرة، والمهاجر من هجرها ما نهى الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم فاجعل اللهم من جائزتك لأهل الجمع أن تمكن من هذه القلوب هجرة كل ما نهيت عنه في القلوب والقوالب لنتصل بصاحب الهجرة اتصالا وثيقا ونحيا على محبته ونعيش على محبته ونحشر في زمرته. قد كان بعض العارفين يقول حاولت أن أصف الحبيب، حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد، لأنه كل ما يفهم الفؤاد ما يقدر اللسان يترجم عنه، لكن قال ببعض ما فهم الفؤاد من الثنى القرآني، حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد من الثنى القرآني فوجدت قولي لا يفيء بذرة من عشر معشار العطر الرباني، من أين يعرب مقولي عن حضرة عن مدحها قد كل كل لساني من بعد ما جاء الكتاب به فما مقدار مدح العالم الإنساني، فطلبت من رب الثبات على الذي قد خصني والصدق في إيماني وكما أفاد القلب صدق تعلق بحبيبه يملأ بذاك جناني،
فعيش في ذكر الحبيب منعما بالذكر منبسطا جميع زماني، وأفوز في العقبة برؤية وجهه ورضاه عني في أجل مكاني. أكرمنا الله وإياكم بهذا النعيم، وجعل هذا العام عام فرج للمسلمين، عام فتوحات للمسلمين، ارزقنا فيه النيات الصالحات والتجارات الرابحات وارتقاء المراتب الرفيعات، وطول عمر الشيخ علي في عافية وسرور وأنس وحبور وتأييد من عندك. رباني صمداني واحدين أحدي يرقى به أعلى المراقي في نشر الخير في الأمة، بما يوجب كشف الغمة وانجلاء الظلمة ودفع النقمة، وجمع القلوب على ما تحب، واجعل لكل من حضر نصيبا من سر الجمعية عليك وسر الهجرة المحبوبة لديك، حتى نهجر جميع ما نهيتنا عنه ظاهرا وباطنا، ولا ينصرف أحد من المجمع إلا بخلعة من خلع التوفيق والقبول والرضا. والطبنا وبالأمة فيما يجري به القضاء بحقك عليك وبحق حبيبك وأحبابك أجمعين. اجعل العام عام فرج للمسلمين، عام غياث للمسلمين، عام صلاح للمسلمين، عام كشف للبلايا عن المسلمين، عام فتوحات كبيرة لأهل الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعفوا على التجري والإطالة، إنما جينا نشارك ونسمع من الشيخ طول الله عمره في عافية. ترجمة
قد حمى شفيع القيامة
يا زين العمامة يا رسول الله شافع القيامة الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله شافع القيامة الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله شافع القيامة يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة من أماكم بالمرة عنه الحمل ينشالي يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة من أماكم بالمرة عنه الحمل ينشالي يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة من أماكم بالمرة عنه الحمل ينشالي شافع نورك بالسما ساطع طلع يا خير شافع نورك بالسما ساطع أنا بتابك واقع أنا بتابك واقع أقبلني وريح بالي يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة من أماكم بالمرة عنه الحمل منكم أورد لي نظرة من أماكم بالمرة عنه الحمل ينشالي يا يا أبو بكر الصديق ويا نعم الرفيق بنهجك للطريق ثبت بالزلزال يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة من أماكم بالمرة عنه الحمل ينشالي يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة يا عمر الفاروق يا بدرا بالشروق يا عمر الفاروق يا بدرا بالشروق هل فزت باللحوق هل فزت باللحوق بصاحبيك الغوالي يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة من أماكم بالمرة عنه الحمل ينشالي يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة من أماكم بالمرة عنه الحمل ينشالي تستعك يا عثماني ملائكة الرحمن تساعك يا عثمان ملائكة الرحمن يا جميع القرآن يا جميع القرآن ويا شاهد الدار يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة من أماكم بالمرة عنه الحمل ينشالي يا آل بيت الزهرة حشر زمان يا آل بيت الزهرة منكم أورد لي نظرة من أماكم بالمرة عنه الحمل ينشالي يا آل
عيدوا علي الوصال وصال عيدوا فإن
صلوا على سيدنا رسول الله. دعا قلبي هواكم فاستجاب وفيكم عن جميع الكون غابا. الله الله الله. دعا قلبي هواكم فاستجاب وفيكم عن جميع الكون غاب عذابي يا آل ودي في جفاكم وأفراحي وأمسي في لقاكم فلا تقصوا فؤادي عن حماكم كفى 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 من تجافيكم عذاب. حياتي أنتم حياتي أنتم ومراد راحي وغاية مقصدي ودوى جروحي فيا أهل المواهب والفتوح أزيلوا أزيلوا عن بصائرنا الحجاب. متى أدنو وأقرب من حماكم متى أدنو وأقرب من حماكم وأشهد في مغانيكم سناكم إذا ما نال مغرمكم رضاكم سما قدرا سما قدرا سما قدرا ومنه القلب طاب. عليكم كلما جن الظلام من الله التحية والسلام. وما غنى كئيب مستغام دعا قلبي دعا قلبي هواكم فاستجاب. أبثك أشواقا معبقة من اللواعج صيغت كلها درر تعطر الكون أطيابا معتقة وتمطر الدوح من مسك به سكروا في رحب طيبة في
طيبة أشعاري أرددها مع الحبيب مع الحبيب مع الحبيب مع الحبيب مع الحبيب في رحب طيبة أشعاري أرددها مع الحبيب تعال ضمن الفكر يا دخل الحبيب على القصواء في حدب أرجاء مكة حان الرأس منتصر كادت تلامس ظهر الرحل لحيته روح الفداء روح الفداء لرحل فوقه القمر في رحب طيبة يا طيبة يا طيبة في رحب طيبة أشعاري أرددها عزت فجلت فما تسمو لها البشر يا سيدي مدنا يا سيدي مدنا فالله أكرمكم بحر النبوة منه الغيث ينهمل يا رسول الله يا حبيب الله يا أبا الزهراء عطفا علينا 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 يا آل البيت نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة أعظم الزوجات قدرا قد تلقت منه أمرا أعظم الزوجات قدرا قد تلقت منه أمرا خطبت أحمد بكرا غنمت منه شبابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة ما لها
قد أنفقته ولطه وهبته ما لها قد أنفقته ولطه وهبته دثراته زملته دثراته زملته هم ونات عنه الصعاب ما توسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة قد حماها الله بشرى وعلت فكرا وفخرا قد حماها الله بشرى وعلت فكرا وفخرا سعدت دنيا وأخرى أسلمت قبل الصحابة لخديجة وهي أحرى وعطايا الله تترى فوقها مثل السحابة نتوسل في الحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة منه البنين عشرة طه نبينا أنجبت منه البنين والكثير الطيبين وبها سالت شعابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة الله كلامها واللؤلؤ دموعها ذكر الله كلامها واللؤلؤ دموعها إلى الله شوقها بنت الرسول فاطمة فاطمة يا فاطمة المحشر اسمعوا أبصاركم أغمضوا يا أهل المحشر اسمعوا أبصاركم أغمضوا قدوة الحياء تقدموا قدوة الحياء تقدموا بنت الرسول فاطمة فاطمة يا Right.
لأهل السماء تزهر زهراء البدر ناظر لأهل السماء تزهر زهراء البدر ناظر بريح الجنة تعطر بالدرس الفاطمة بريح الجنة تعطر بالدرس الفاطمة فاطمة يا فاطمة لك روح يا فاطمة فاطمة يا فاطمة لك روح يا فاطمة اضعى من النبوة بالدرس الفاطمة اضعى من النبوة بالدرس الفاطمة مقامكم يا العبا بالجنة للمصطفى مقامكم يا العبا بالجنة للمصطفى مع الحسين والمرتضى بنت الرسول فاطمة مع الحسين والمرتضى بنت الرسول فاطمة واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك الله على حب النبي بحبك واريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين حبيبي محمد ما فيش زيه اتنين حبه ساكن قلبي بيزيد كل اتنين جماله ودلاله متغطي بجلاله جماله ودلاله متغطي بجلاله وتقعد قباله تشوفهم اتنين بحبك وبريدك دنيا دي يا جد الحسنين ما هو انت امرها وانت اللي منورها ما هو انت امرها وانت اللي منورها فتح اسرارها يا سيدي يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين يلا سوا يلا بحبك وبريدك
قلبي وعيني احمد ضيعني انت الغالي علي يا جد الحسنين وبنتك البتول ده عيونك يا رسول نرجو منكم قبول يا جد الحسنين يا حبيبي احبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى ابوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين شفت انا قصادي كسفت انا ادي وبقلبي سهادي يا جدي يا جد الحسنين يا حبيبي يندهلي وجيله يفرشلي منديله يندهلي بوجيله وجيله ويفرشلي منديله حبيبي أنا ديله يا حبيبي يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين ستي يا مشيرة يا ام الحنان زين الحواجز ليها ارى العدو ستي يا مشيرة يا ام الحنان زين الحواجز ليها ارى العدو قلبي أسير اللي قال النبي البشير أنا قلبي أسير اللي قال النبي البشير طه يجير من أتى أم الحنان ستي يا مشيرة يا أم الحنان زين الحواجز اللي أرى العدنان ستي يا مشيرة يا أم الحنان زين الحواجز أهل الغرام على بابك نصبوا الخيام أهل الغرام على بابك نصبوا الخيام أحلى مدام شرابك يا أم الحنان ستي يا مشيرة يا أم الحنان زين الحواجز اللي أرى العدنان ستي يا مشيرة يا أم الحنان زين الحواجز اللي أرى لرضا بنت الكرار يرضى المختار لرضا بنت الكرار تمحى الأوزار في مقام أم الحنان ستي يا مشيرة يا أم الحنان زين الحواجز اللي أرى العدنان ستي يا مشيرة يا أم الحنان زين الحواجز اللي أرى العدنان العطاء من أتى بنت الزهراء حاز العطاء من أتى بنت الزهراء يعطى البهاء في مقام أم الحنان ستي يا مشيرة يا أم الحنان زين الحواجز اللي أرى العدنان ستي يا مشيرة يا أم الحنان زين الحواجز اللي أرى من
أتى بنت الكرام نال المرام من أتى بنت الكرام تشفى السقاء في مقام أم الحنان ستي يا بشيرة يا أم الحنان زين الحواجز لأرى العدلان ستي يا بشيرة يا أم الحنان زين الحواجز لأرى العدلان إيه العمل يا حمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد أنك رسول الله حقه لولا إيه العمل يا حمد يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد أنك رسول الله أدعوك بالسبط لكشف هذا الغيب لكشف هذا الغين يا من جاء الكونين بالخطب بعد الله إيه العمل يا حمل يوم طلعت المشهد كل الأمم تشهد أنك رسول الله وقولك المسموع لواءك المرفوع وقولك المسموع وحبك المطبوع في مهجة الهوى محمد نور هدينا صلي على النبي أحسن صلي لأجل ما رد عليه يصلي من صغري وأنا بمدح المكمل وفضل شرف المدح حصلي قص على أنوار نبينا سيدنا محمد نور هدينا صلي على النبي أحسن صلي لأجل ما رد عليه يا سيدنا يفدك نور العين يا طه يا جد الحسنين يا سيدنا يفدك نور العين ولو هقول في الحب وانا لغيرك هقول هالمين لغيرك انت هقول هالمين
والصلاة على النبي النبي الهاشم العرب العرب بها أن المطلب وفهر طرب ولا يحصل الأنس غير بذكر الهاشم العرب والصلاة على النبي النبي الهاشم العرب العرب بها أن المطلب وبسهرة طرب ولا يحصل الأنس غير بذكره الهاشم العربي صلواتنا من غير عدد عدد وسلمنا على الهادي ويجلنا منها المدد مدد والخير على بلادي صلواتنا من غير عدد عيني بزيارت مرما أمشي لو ولا طير بالسماء يطير 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 الحمى يطير 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 الحمى أنا عيني بزيارت مغرما يطير 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 الحمى أنا عيني بزيارت مغرما أمشي لو ولا طير بالسماء يطير 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 الحمى معني صلاتك عالزين صلاة عالزين مش مرة واحدة زدها اتنين كمان اتنين سمعني صلاتك عالزين صلاة عالزين مش مرة واحدة زدها اتنين كمان اتنين وزي ما بدأنا بيها نختم بألف صلاة وسلام عالزين كل سنة وأنتم طيبين أنتم إن شاء الله طيبين وكان النبي إذا استحسن شيئا قال له أحسنت قال لعبد الله بن مسعود كما أخرجه البخاري فأحسنت وعندما بدأوا في الإنشاد في المرة الثانية بدأوا لقصيدة لسيدي أحمد المحضار من أجل أن يرسلوا رسالة إلى حضرموت وسيدي أحمد مات سنة 1304 هجري والحبابة هي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها والبتول هي السيدة فاطمة فتوسلوا بالحبابة وتوسلوا بالبتول وتوسلوا بسيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه ونحن نتوسل بسيدنا النبي وبآل بيته الكرام وأزواجه الطاهرين البررة عليهم السلام ونقول اللهم رد أسيرنا ورد غائبنا آمين. واصرف عنا السوء بما شئت وأن شئت وكيف شئت آمين. يا رب العالمين آمين. اللهم. اللهم يا ربنا هدئ البال يا رب. وأصلح الحال يا رب. نسألك غفرانا لا تدع معه ذنبا
اللهم نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا من خشيتك دامعة ونفسا قانعة وشفاء من كل داء. اللهم يا ربنا ارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، كلنا ولا تكن علينا، فنحن في حاجة إلى رحمتك ولست في حاجة إلى مؤاخذتنا، فهب مسيئنا لمحسننا، واحشرنا تحت لواء سيدنا النبي يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، تقبل منا صالح أعمالنا واعف عنا بعفوك وارض عنا برضاك، وافتح علينا فتوح العارفين بك، واسلك بنا الطريق إليك، وعلمنا الأدب معك. اللهم يا ربنا استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. يا رب هذا حالنا لا يخفى عليك، وعلم كل شيء بيديك، ولا حول ولا قوة بنا، والحول والقوة بيدك يا أرحم الراحمين وحدك لا شريك لك. فاللهم يا ربنا انقذنا مما نحن فيه، وأخرجنا من هذه الورطة التي قد دخلنا وأدخلنا أنفسنا فيها يا أرحم الراحمين. يا رب رد كل مهاجر إلى أرضه، أمنه في سربه، عافه في بدنه، أعطه يا ربنا رزقا واسعا وعلما نافعا. يا رب العالمين نحن في حاجة إليك ولست في حاجة إلينا، فاللهم انظر إلينا بنظر الرحمة. نتوسل إليك بسيدنا النبي وبآل بيته الكرام وصحابته الأبرار والتابعين لهم بإحسان، اللهم لأجلهم لا لأجلنا. اللهم يا رب العالمين وبما يقرأ في الحرم المكي والحرم المدني والحرم القدسي، اللهم رد لنا أرضنا، واصرف عنا عدونا، واشغله في نفسه، واجعل سوءه في نحره. اللهم يا ربنا ضعفنا ظاهر بين يديك، فأحينا على سنة النبي المصطفى والحبيب المجتبى، وأمتنا على شريعته، وابعثنا تحت لوائه، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ونور أبصارنا وصدورنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعلمنا العلم النافع يا أرحم الراحمين، وأعنا على تطبيقه، وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا والرحمة على أفئدتنا، وتقبل منا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الدعاء. حقق لنا هذه الدعوات، وعجل لنا بالإجابات، وأسرع لنا بالإغاثات، واجعل العام من أبرك الأعوام علينا وعلى أمة الإسلام. وحقق اللهم لنا المرام وفوق المرام مرابطة بخير الأنام نعلو بها إلى أعلى مقام، وادفع عنا جميع الشرور، وتولنا في جميع الأمور، وزدنا من الفضل ما أنت أهله في كل البطون والظهور في الدنيا والبرزخ ويوم النشور، واختم لنا أجمعين بأكمل حسنة وأنت راض عنا. بارك في مجمعنا هذا ومناسبتنا هذه وحضورنا هذا بركة تامة واسعة، تظهر خيراتها وأسرارها في القلوب والعقول وفي الأرواح، في الحياة وعند الوفاة، وفي البرزخ في يوم الموافاة. وأمد شيخنا الشيخ علي جمعة بالعمر الطويل والعطاء الجزيل والفضل الجليل،
والارتقاء إلى أعلى المراقي وشرب مع من أجر يدي أشرف ساقي. اللهم بلغه ما أمل في نفسه وأهله وأهل بلده وأهل زمنه وطلابه وأحبابه وكتبه وآثاره، واجعلها في الآثار الواسعة البركة في الأمة. اللهم وجميع الحاضرين انظر إلينا وإليهم نظرة من عندك، يا من إذا نظر أصلح الشأن كله، يا من إذا نظر كشف الضر كله، يا من إذا نظر دفع البلاء كله، يا من إذا نظر أحيا الميت، يا من إذا نظر قرب البعيد، يا من إذا نظر حول الشقي إلى سعيد. نظرة من نظراتك الربانية نبلغ بها أقاصي الأمنية في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مخلوقاتك سيدنا